السلام عليكم. نص التمرين يقول: خديجة تلميذة في السنة الأولى متوسط، اضطرت والدتها الغياب عن البيت، فاعتمدت خديجة في غدائها وعشائها على البيض المسلوق والجبن. عند عودة الأم ليلاً، لاحظت عليها ظهور طفح جلدي، كذلك سعال وضيق في التنفس. التعليمات: ما هو العنصر الغذائي السائد في أكل خديجة الذي تسبب في ظهور هذه الأعراض؟ اذكر مراحل تحوله في الأنبوب الهضمي. ثانياً، شخص الحالة التي ظهرت عند خديجة. ثالثاً، اشرح آلية حدوثها. رابعاً، بماذا تنصح خديجة؟ الإجابة: إذن العنصر الغذائي السائد في أكل خديجة الذي تسبب في ظهور هذه الأعراض، نأتي إلى الغذاء الذي تناولته. إذن قيل لنا أنه اقتصر على البيض المسلوق والجبن. نعلم أن محتوى البيض المسلوق والجبن يحتوي على كمية كبيرة من البروتين الحيواني، وبالتالي إذا كان غذاء خديجة يقتصر على البروتين، إذا فيه كمية كبيرة من البروتين. ثم قيل لي أذكر مراحل تحوله في الأنبوب الهضمي. إذا نعلم أن البروتين يتحول في الأنبوب الهضمي في محطتين، المحطة الأولى هي المعدة والمحطة الثانية هي الأمعاء الدقيقة. نأتي إلى المحطة الأولى في المعدة. نعلم أن البروتين في المعدة تحت تأثير إنزيم بروتياز واحد الأول أو البيبسين في درجة حرارة 37 درجة مئوية يتحول إلى بيبتيد أو متعدد بيبتيد، بروتيد أو متعدد البيبتيد. أما في المحطة الثانية في المعدة الدقيق، من متعدد البيبتيد تحت تأثير إنزيم ثاني اللي هو بروتياز 2 أو تريبسين تحت تأثير درجة حرارة 37 درجة يعطينا أحماض آمينية، وهي أبسط صورة للبروتينات. السؤال الثاني: شخص الحالة التي ظهرت عند خديجة. إذا قيل لي أن ظهر عند خديجة طفح جلدي وكذلك سعال وضيق في التنفس. إذا حالة خديجة هي حالة استجابة مناعية مفرطة بمعنى الحساسية. إذا خديجة لها حساسية عندما تتناول أو تحدث لها حساسية عندما تتناول البروتين الحيواني. ثالثا، تكلم عن آلية الحساسية. إذا بالنسبة لآلية الحساسية، عند التماس الأول مع مولد الضد اللي هو البروتين الحيواني تنتج اللمفاويات البائية أجسام مضادة من نوع IgE. تتثبت هذه الأخيرة على أغشية الخلايا الصارية التي تحتوي على حويسلات بها مادة الهيستامين. أما عند التماس الثاني مع نفس مسبب الحساسية، تتحرض الخلايا الصارية بعدما يتثبت مولد الضد على IgE وتحرر محتوى الحويسلات من الهيستامين مسببة أعراض. رابعاً، بماذا تنصح خديجة؟ أنصح خديجة بتفادي الأطعمة التي تحتوي على البروتينات الحيوانية وتعويضها ببروتينات نباتية. كذلك أنصحها بتعويض العضوية على مسبب الحساسية بحقن حقن متزايدة التركيز لتتجاوب معه، وبالتالي لا تنتج له مواد مسببة لإفراط الحساسية.